ومن المشاعر المقدسة تقدم عدد من حجاج مملكة البحرين بالتهنئة إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وشعب البحرين الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، دعين الله أن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان. هذا وقد أطلق الحجاج رسائل شكر وامتنان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما بذلته من جهود جبارة مكنتهم من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة. الزميل طلال نايف مفد مركز الأخبار إلى مكة المكرمة رصد لنا مشاعر حجاج مملكة البحرين وتهنيهم بعيد الأضحى المبارك. عقدت إدارة بعثة الحج البحرينية بمقر إقامتها بمكة المكرمة تجمع العيد، وذلك للتواصل مع أصحاب الحملات للإطمئنان على سلامة جميع الحجاج بعد أدائهم مناسك الحج. نقدم أبرك التهاني وأعطرها إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي عهده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جلالته وسموه لخدمة بلادهم وشعبهم، ونسأل الله عز وجل أن يعم الخير والبركة في هذه الأيام المباركة على الجميع، كما يسعدنا أن نهنئ جميع أهلنا في البحرين بهذا اليوم العظيم، يوم الحج الأكبر، يوم العيد الأكبر، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عيد عز وخير ورخاء لجميع المسلمين. ولا يفوتني في هذا الموقف بأنني أهنئ شعب البحرين قيادة وشعبا بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية ونحن في أمن وأمان وسلامة الإسلام، وأعاد الله علينا هذه الأعياد المباركة أزمنة مديدة وأعواما عديدة. كل عام وأنتم بخير وبصحة وعافية، ينعاد علينا كل سنة بالخير والصحة إن شاء الله والسلامة. وقد عبر حجاج مملكة البحرين عن سعادتهم لتمكنهم من أداء فريضة الحج بعد عامين بسبب جائحة كورونا واشتياقهم لزيارة المسجد الحرام. والله شعور جميل، يعني الواحد سبحان الله لما يجي المكان الطاهر المقدس يحس بشعور غريب، يحس بروحانية، يحس بارتياح. فطلب منته أن اختارنا من ضمن ضيوفه في هالسنة، يعني قدرنا أن احنا نيل الحج، فكان شعور جدا يعني لا يوصف. والله قضيتها بكل يسر سهولة صراحة، الكل متعاون والكل صراحة يعني شو أقول لك، يعني موفر كل سبل الراحة للمعاق. وفي فرق كبير الأمانة، الآن تطورت الأمور خصوصا المواصلات وطرق الخدمات المقدمة، وثاني شيء القطارات اللي أنشئت. صراحة المملكة العربية السعودية مو مقصرين، ويعني حاطين ثقل كبير في هالمجال. صراحة شعور ما يوصف، يعني شيء عجيب، والحمد لله خلصنا كل مناسكنا بخير. إجراءات سلسة وتسهيلات جبارة قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسط منظومة متكاملة من الخدمات وتجنيد الطاقات البشرية من مختلف القطاعات العاملة في شؤون الحج، والتي كان لها بالغ الأثر في رسم الصورة المشرفة للشقيقة الكبرى. جهود كبيرة تبذلها مملكة البحرين لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، وذلك بناء لتوجيهات سيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله، وسهولة للإجراءات والخدمات التي تقدم من قبل المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم. طلال نايف لمركز الأخبار مكة المكرمة.